حرب وحياة نقيضان لا يمكن أن تراهما مجتمعين في أي مكان كما هو في مريس، المنطقة التي تعد من أبرز الجبهات اشتعالا والتي تمثل خط الدفاع الأول عن محافظة الضالع وباقي محافظات الجنوب. فعلى الرغم من المواجهات التي لا تهدأ وتيرتها بين فصائل المقاومة وتحالف الانقلاب، إلا أن ذلك لم يعق أبنائها عن الالتفات لسير الحياة التعليمية والفنية وإحياء الفعاليات المختلفة. ولن تثني شبابنا عن التطلع نحو المستقبل والغد المشرق، بل جعلتنا كما جعلتهم أكثر إصراراً وثباتاً ويقيناً وتمسكاً بالأهداف والغايات والطموح، فبالقلم نرسم أهدافنا وغاياتنا، وبالسلاح نذود عن حريتنا وكرامتنا. يصنعون عالمهم الخاص وسط ركام الحرب، ويحاولون رسم ملامح جديدة لمستقبل كثيرا ما وصف بالمجهول. هنا وكما هو الحال في كل عام، يكرم أوائل الجامعات وتقام المسابقات العلمية والأدبية لتعكس طبيعة الحياة المدنية في المديرية التي لطالما ظلت الإسقاطات تظهرها بشكل مغاير لما هي عليه اليوم. تعيش مريس كمنطقة منسية، ويعيش أبناؤها مجابهون لقسوة الحياة، وبين حرب لا تتوقف ورغبة قوية في تجاوزها تتجسد هنا ملامح الواقع الجديد.